كيجي الاغلاق. علاش؟ واش فكروا في هاد الوليدات وهاد الشباب؟ من الضروري انه الرجوع للعمل يكون في هاد الايام القليله الجايه ان شاء الله. داعيات كورونا على القاعات الرياضيه اللي مسدوده هذه طيله السنه ونص. غير ما غنهضرش على الكوتي الاقتصادي، الكوتي الاقتصادي كلشي عالم به، غنقطع على الكوتي النفسي والمعنوي على الوليدات والشباب اللي هذه مده ديال عام ونص منقطعين على الرياضه الحركه البدنيه. كي غنديروا لهم هاد الساعه هذه؟ كيفاش غنجبدوهم من ديورهم؟ كيفاش نحيدوهم تليفوناتهم وتلفازاتهم؟ هذا هو السؤال اللي دابا مطروح. كيفاش حنا غادي نجيبوا هاد الوليدات نردهم؟ خصنا واحد النوع ديال الترويج. الوغ السؤال ديالي هو المسؤولين اللي خداو قرار اغلاق القاعات الرياضيه، واش فكروا في هاد الوليدات وهاد الشباب؟ واش فكروا حتى في التعويضات الماديه؟ رحمة الله. كيفاش اننا تجاوزنا هاد الحاله الماديه، واخا اننا مازال ما تجاوزناهاش. الحمد لله تلاقينا مال الناس اللي كارين لينا، كانوا يتعاملوا معنا حتى هما قدرونا في هاد الحاله الوبائيه، وتعاملوا معنا بواحد المعامله. ولكن واخا هكاك حنا مازال متازمين ومتضررين، لاننا حنا مازال حتى ما كملناش داكشي اللي علينا. وبلا ما نهضروا على الظلمه، هذاك خليه اباغ. الناس دابا حنا بلاص من اننا نكملوا الكراوات ديالنا، اننا مازالين كنعاودوا كنتراكموا علينا الديون ديالنا. بلا ما نهضر معكم على الحاله النفسيه ديالنا حنا والحاله النفسيه ديال الاطفال ديالنا، التلاميذ ديالنا. هادوك مساكن حنايا غير فاش كانوا في ديك التروا موا، يعني 3 شهور او 4 شهور اللي كانوا جالسين فيها، فاش دخلوا ما يمكنش بحال الا كنتي غيساجنهم في شي كهف ولا شي حاجه. عرفتي الدراري باش يجيو عندك وتعاود انك تلعب على النفسيه ديالهم، وحنا خاص اللي يلعب لينا النفسيه ديالنا. حنا اصلا خاصنا النفسيه ديالنا ترتاح باش نعطيهم، واخا هكاك النفسيه ديالنا كنسمحوا فيها وكنعطيهم هما حقهم. يلا حنايا كنتجاوزوا ديك الازمه كيجي الاغلاق. علاش؟ بالنسبه للاغلاق هذا اللي وقع لنا، اللي هذه تقريبا عام ونص، نقدر نقولوا عامين كاع، مع حل السد تقريبا هي هذيك. باش نبداو صعيب، ان يلا كنفتحوا ويلا كنجمعوا المنخرطين الممارسين. كي كنسمعوا عاوتاني اغلاق كاين، عاوتاني الناس كيتفرقوا، دونك صعيب شويه نجمعوا الناس. ومن ناحيه الضرر راه ضرنا بزاف، راه كلشي الاخوان كلهم، كاين اللي ما قدرش يصبر، راه تجمع عليه الديون بزاف، طلق المحل ديالو الجمعيه ديالو. كاين اللي كان داير سميتو كريدي في لابونك، الله يحسن عوانو. بالنسبه لي انا راه الكرار تجمع عليا بزاف، و كان ديباني من هنا باش لا سيزون الاولى ما دعنا فيها الممارسين ما تريناوش كاع. لا سيزون الثانيه فاش حلينا، يلا حلينا وقالوا لنا سدوا ثاني، هاي دابا حنا داخلين في لا سيزون الثالثه وسادين. دونك شنو المآل ديال هاد الابطال اللي كاينين اللي كيترينيو باش نوجدوا المنتخب؟ واحد الحادثه اللي كان وقعت ليا مع واحد جوج وليدات، واحد الخوت، انا هنا في الشارع كنتغدى، تحسيت الدراري عنقوني مساكن، استاذ اللي عنقوني وكيبكيو، استاذ توحشناك بغينا نديرو رياضه. للاسف ما عندناش كنديرو، حنا سادين ما عندناش كنديرو باش نخلقو القانون، وهادشي اللي كاين. والله الا الدموع تسالو لي معينيا. بالنسبه لواحد الوليد كان عندنا عنده اعاقه ذهنيه، دابا كنتسائل كي هذاك الوليد كي غيكون فهاد السده اللي ما كيجيش. راه كان عندنا هنا جا مريض وبقينا معاه تنسيسو تنخدمو معاه بشويه ولا واحد الوقيته ولا مزيان، ولكن حاليا كيفاش كيولا غير هذا الوليد كيفاش غيولي؟ والرياضه هي اللي قاداتو، هي اللي ولا مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للتاثير ديال هذا الاغلاق ديال القاعات الرياضيه بالنسبه للممارسين، كما عارفين بان الممارسين راهما واحد النواه في المجتمع اللي كيكونوا كيساهموا في بزاف ديال الميادين بالنسبه للمسائل ديال الثقافيه وهذا، وكاين الرياضه. بالنسبه للرياضه، انفو داك الممارس
ولا داك الشاب كينقطع على الرياضه، اذا ديجا عنده واحد التوقف في التكوين ديالو، في المعرفه ديالو، في ابراز الطاقات ديالو. اذا بالنسبه لينا حنا هذا التوقيف ديال القاعات من ناحيه التكوين ديال الشخصيه ديال هذا الشاب، راه كاين واحد التوقف، راه بحال القرايه المساله راه متوازيه. اذا التكوين ديالو والمشاركه ديالو والتعبير عن الوجود ديالو في المجتمع، اذا هذه الانديه هي الوسيله الوحيده اللي من ناحيه ديال الرياضه اللي كتعطي لهذا التعبير الجسدي، التعبير الفكري، التعبير. اذا ملي كيكون توقف، اذا كيكون واحد التوقف مستقبلا، هذا الشيء غادي ياثر على هذا الشبان، حيت مساله ملي كيكونش واحد التكوين مستمر لدى الرياضة ولا ديال المعرفة التعليمية، إذن ضروري كيكون هاد الخطأ اللي دابا حنا واقعين فيه، لأنه عنده واحد عواقب كبيرة بزاف، لأن ما غاديش نحسوا بالنتائج ديالها دابا، إذن حتى مستقبلا غادي نحسوا بهاد التوقف اللي واقف في الأندية، بأن كاين مشكل كبير غادي يكون إن شاء الله في المستقبل، ولكن حنا غادي نحاولوا ندركوا هاد التوقف هذا بالبرامج، وخص الدولة تعاوننا، وخص الشبيبة تعاوننا، بأن راه هادشي راه هاد التوقف هذا راه عنده واحد العواقب، خص الناس المسؤولين يحسوا بهذا التوقف ديال الممارسين، بان راه عنده واحد العواقب الا ما درناش واحد البرنامج، واحد البرنامج لانقاذ هاد الضعف اللي واقع دابا في التكوين ديال الشخصيه ديال هاد الشبان. بالنسبه للمراسله الموجهه للسيد وزير الداخليه من طرف النقابه الوطنيه لمدربي ومستخدمي وارباب القاعات الرياضيه والتابعه للاتحاد العام الشغالين بالمغرب، هاد المراسله جات باش نذكروا المسؤولين بالوجود ديال واحد الطبقه ديال الناس اللي ما راجعاش للعمل ديالها، اللي هما مدربين ديال القاعات الرياضيه والمستخدمين ديال هذيك القاعات الرياضيه. بزاف ديال الاخوان تيتواصلوا وتيسولوا على فين وصلت هذا الموضوع، هذا فين وصل هاد الاشكال ديال اغلاق القاعات الرياضيه، واش غنرجعوا للعمل ولا لا. كان من الاكيد اننا يمكنناش نرجعوا للعمل، والاعداد ديال لي كاو ديال مرتفع، وبيان سور حنا الناس اللي كنا كناديو اننا نتوقفوا واحد المده معينه، ولكن تنشوفوا الان بان الحالات انخفضوا، بان الحاله الصحيه الحمد لله رجعت للوضع الايجابي نوعا ما، وكنشوفوا باننا هذا حل الوقت باش القاعات الرياضه ترجع للعمل ديالها. هذا الاغلاق هذا اللي دام واحد المده طويله اثرنا على جوج ديال المواسم الرياضيه، لان الاغلاق الاول جاء في شهر مارس، وبالتالي لا سيزون الاولى مشات، وكانت لا سيزون الثانيه اللي تقريبا كلها ما خدمنا شيء، وها حنايا على ابواب الموسم الثالث، وبالتالي انه باش ندخلوا الموسم الرياضي ونديروا خطه عمل ونديروا برامج اللي غتكون مواكبه هذاك الابطال، خصنا ضروري تكون عندنا رؤيه مستقبليه. وفي ظل هذا الانخفاض ديال الاعداد ديال الاصابات، من الضروري انه الرجوع للعمل يكون في هذه الايام القليله الجايه ان شاء الله.